ابراهيم. حازم ازيك عامل ايه؟ ازي حضرتك كابتن كوسان؟ طيب رمضان على الابواب. الحمد لله سلام وانت طيب الله يخليك. ربنا يخليك كابتن ابراهيم. يعني خبر غريب او مفاجاه بصراحه ان حضرتك تتجه دايما للفنيات والمدير الفني او مع كابتن حسام حسن او مدير الكوره وبالتالي دايما في الملعب، ولكن النهارده خبر نزل ان حضرتك هتترشح لاتحاد الكوره، ما مدى صحه هذا الخبر يا كابتن ابراهيم؟ والله يا حازم انا يعني كنت بفكر فيه من فتره. يعني حاجه انا طبعا انت عارف انا وحسام بنحب نبقى موجودين في الكوره في عملي في الملعب يعني. بس الواحد من كتر على الساحه اللي بيشوف الاحداث وبيشوف الناس اللي نازله انتخابات وهم الناس اللي كانوا موجودين وهم اللي كانوا يعني بيأذوا يعني تسبب مشاكل كتير بسببهم في الكوره وضروا الكوره كتير. من نوع من يعني حته الاثاره جت اثاره لحته ان يعني صعبان عليه دلوقتي او شكل برضه بعد التغيير بعد تغيير الجهاز اللي موجود في مصر ان برضه يفضل الحال في مصر زي ما هو في الكوره. انا بالنسبه لي يعني صعبان عليا ان ما حصلش تغيير، صعبان عليا ان لازم يبقى فيه بجد فعلا ناس تشتغل بضمير، مش ناس تيجي تعمل بيزنس، مش ناس تيجي بتفكر في نفسها بس، والمجاملات والقصص ديت اللي انت عارفها. فانا نفسي ابقى موجود يعني انا بين نارين، يعني الواحد نفسه يخش وحق مصر عليا وحق الكوره في مصر ان الواحد حاسس انه يقدر يعمل حاجه، يقدر يعدل المنظومه شويه. وفي نفس الوقت انت عارف الواحد انا وحسام قريبين بنحب نبقى موجودين في الملعب ازاي، تمام؟ في مجال بعد الكوره في مجال التدريب او الاداره. يعني كابتن ابراهيم انت حضرتك لسه ما حددتش بشكل قاطع اذا كنت هتنزل ام لا، ولكنك انت مش مبسوط باللي هينزله. نعم؟ يعني حضرتك لسه ما حددتش بشكل نهائي اذا كنت هتنزل ولا لا، ولكنك في جميع الاحوال مش مبسوط من اللي نازلين، يعني حاسس ان هم وجوه قديمه مش جديده. انا حاسس ان برضه في حته التربطات وحته الاتفاقات اللي موجوده والقصص اللي بتحصل ديت ايه يعني حاجه بصراحه يعني بقت حاجه مش مؤذة يعني الواحد برضه هم الناس وهم اللي بالتفكير والتربطات وكل واحد يقول لك اصل لعبه انتخابات بتاعتي فدي بتضايقني لان انا متابع برضه الاحداث وبتابع الاحاديث وبتابع الناس. ايه رايك النهارده في اللي حصل في الجامعه العموميه؟ هل انت مع ان الجمعيه وافقت ولا ان كنت شايف ان المفروض ما يوافقوش على على اللائحه دي بشكل اجمالي؟ والله انا لسه انا ما تابعتش بالظبط حته اللائحه اللي نزلت والكلام ده، بس انا بتكلم في نقطه معينه. اهم حاجه الجمعيه العموميه يعني رساله ليها ان الناس في الجمعيه العموميه المفروض يتأنوا ويبتدوا ينسوا الاحداث، ينسوا السنين اللي فاتت وينسوا المجاملات اللي كانت بتحصل وينسوا التربطات اللي بتحصل. لما الناس دي تشتغل بضمير والناس دي تفكر، لان هم في الاخر هيداس عليهم. لو هم فكروا ان هم يجاملوا هيداس عليهم في الاخر وترجع تاني الظروف اللي بتتوزع وترجع تاني حته اللي اتنسي الصعيد اتنسي والمحافظات الاقاليم الحتت اللي المفروض يبقى فيها اهتمام هتلاقي كل دوت اتناسى. المفروض يا حازم وانت عارف اول واحد والناس اللي احنا يعني احنا بنتفرج من بعيد وشايفين المنظر والمجاملات الموجوده في الكوره بقت صعبه قوي، فمحتاجه يبقى في ضمير بقى من جمعيه عموميه انها تختار ما تربطش. مش مثلا حازم انا يعني في حته علاقات وحته ان ده بيربط لي ان انا اخد حازم من غير ما اقتنع بيه، لازم اعرف ان حازم هيشتغل كويس، شخصيه محترمه، شخصيه بتحب الكوره، شخصيه عنده ضمير في شغله، مش هيظلم حد وملوش حسابات، ما يبقاش ليه حسابات ومفيش بيزنس يا حازم. انا دي اللي بفكر ان شاء الله. طب حضرتك هتنزل في قايمه ولا منفرد؟ انا قرار لسه يا حازم. يعني حضرتك لو نزلت هتنزل في قايمه مثلا ولا هتنزل لوحدك؟ لا مستقل خالص حاجة. مستقل، لان انا يعني مع احترامي للناس الجميع الناس اللي موجوده يعني انا شايف ان انا مش عايز ابقى محسوب على حد ولا تابع لحد، انا تابع لنفسي وتابع ليا الفكر بتاعي وليا ان انا الحاجه اللي ربنا ادهاني ان انا بحب الحاجه الصح، بحب ان انا اشتغل بضمير واحب رايي يكون مفيد بعيد عن اي حسابات بعيد عن اي مجاملات. طيب. عشان كده الواحد بيفكر فيها بس بعيد عن اي قوائم. كابتن ابراهيم يعني مؤخرا وسريعا جدا عشان وقتنا، معلش يا كابتن ابراهيم، مباراه الامس شفتها بسرعه ازاي؟ شايفها كويسه، بدايه موفقه على رغم الاهداف، ولا شايف الاهداف كتير على الزمالك، ولا شايف الدفاع كان وحش، شايف الدفاع كتر خيره في ظل هذه الاجواء؟ سريعا كابتن ابراهيم. مفيش كتر خير، لا هي نادي الزمالك بيلعب بدوري مجموعات، المفروض ان انا بنزل اكس الفريق اللي فيه لعيبه كويسه جدا، مستواهم هايل، الموجودين فرقه هايله مستقبلها
الطلعه اللي طلع بتاع مازيمبي لو تاخد او تفتكر مازيمبي كان طالعه ازاي والفرق اللي هي اللي خدت بطولات افريقيا الاخيره. فانا شايف ان فرقه تقيله وفرقه كويسه جدا كنت تقدر تكسبها وتقدر تخطفها على ارضها. وكان في الاخطاء واضحه جدا والثغرات اللي كانت موجوده في فريق تشيلسي كانت موجوده وتقدر تخطفهم رغم ان عندهم لعيبه عناصر عاليه جدا. انما انت يا حازم ما استغليتش اولا الثغرات اللي عندهم، ثانيا ما خدتش التوقيت المناسب انك انت وانت كسبان تعمل ايه وانت متعادل تعمل ايه. واضح ان كان حتى الوقت الضايع حازم ثلاث دقايق ما اتحسبوا الفرق لعيبه مالك مش فاهمين هم عايزين ايه. هل هو الوحيد اللي كان فاهم عايز ايه؟ هو عبد الوهاب كان كره تجيله بيضيع وقت بيلعب بيضيع. مين يا كابتن؟ نعم مين اللي كان الوحيد؟ عبد الواحد الوحيد اللي كان عارف ان هو مكتفي بالنتيجه ومقتنع بيها اللي هي 2-2 في الاخر. انما بقت اللعيبه مش واخدين بالهم ولا معلش مع احترامي برضه التعليمات مش جايه لهم. احنا عايزين الماتش فاضل ثلاث دقايق وقت ضايع او فاضل على قبل حتى الوقت الضايع المفروض في تعليمات احافظ على كده او اقفل كويس والعب على يمكن اخطف لان دفاع تشيلسي سهل تخطفه. انما وانا اخر لحظات وساعه الجول ما جه نتيجه ان ما حدش عارف عايز ايه من الماتش ولا اللعيبه ولا الناس اللي بره كانوا عايزين ايه. فالجول سهل زي ما انت شفت ما ينفعش يجي في فرقه زي نادي الزمالك وما ينفعش يجي في ماتش زي دوت. انت الفرقه في رهبه فرقه تشيلسي من نادي الزمالك وكان تقدر تاخد ثلاث نقط مهمين جدا كانوا يفرقوا مع نادي الزمالك في صعود للادوار النهائيه. بشكرك كابتن ابراهيم حسن شكرا جزيلا. كنا لازم ناخد راي كابتن ابراهيم طبعا في مباراه الامس انه طبعا